الفرقة العامة للموسيقى كشاف الزيتون اللي هي بقلب كنيسة الزيتون بتم نشاطاتها، أيضا رح يتم لنا وقفة أيضا مع ضيفة مميزة لليوم جاي من هنغاريا. أكيد سالي، روح الحياة الكشفية والتميز والطاعة، الخدمة والمحبة وروح الجماعة وحب الوطن بيظهر وبيكون علامة فارقة من خلال الأنشطة اللي تعددت لهذا العيد من الشعانين إلى أسبوع القيامة والألامة. ورح نتعرف عليها أكثر مع ضيوفنا لليوم، ريتا إسبر قائدة مرشدات مبتدئة من الفرقة العامة، والدكتورة بيانكا شبايدل وهي مستشرقة قادمة من هنغاريا من بودابست، ودكتوراه عن المشرق وأيضا عن الإسلاميات. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم، وأهلا وسهلا فيك بسوريا. أهلا بكم، شكرا. المسيح قام، حقا قام. أهلا وسهلا فيك بيانكا، يعني رح نبدأ معك وبعدين حننتقل لأنشطة الزيتون مع ريتا، ولكن حنبدأ معك. أنت عشتي بهنغاريا ببودابست، ولكن عندك كان حب للاطلاع على أخذ ثقافة هي ثقافة عريقة، الثقافة الإسلامية من أقدم الثقافات، الثقافة العربية، خلينا نقول القرآن الكريم هو باللغة العربية. أكيد خلينا نحكي عن شغفك لحب الاطلاع على أسرار المشرق، على خفايا المشرق يلي هو كان مهد للمسيحية وبداية للعالم. من أول زيارتي بسوريا كان في 2002 و2003، وأنا كنت مندهشة كيف البلد يعني يحافظ على تراثه المسيحية والإسلامية، وكيف هذا بلد نموذجي بتعايش واحتفالات كل الأعياد تبع كل الأديان. وانا حسب ما بعرف انه ما في بلد مثل سوريا بيحتفلوا يعني بشكل رسمي العيد الفصح مرتين، يعني حسب الشرقي واللاتيني، وهذا شيء يعني ما في بكل العالم. يعني انا كثير بحب سوريا، وكثير بحب كيف انتم محافظين على عاداتكم وتقاليدكم. نعم، هي مساله عادات أكيد. وتقاليد، ويمكن هذا المكان دمشق القديمه من اكثر المناطق اللي بتتميز بالصروح الدينيه. نحن هون كنيسه الزيتون، وجنبنا ايضا مأذنه الجامع، هون بتتعانق الارواح والاديان والطوائف جميعا، ويمكن هذا الشيء مميز بالنسبه لك. تماما، يعني هون بمعمارية والأعداء تقاليد الناس، يعني أنا شفت هون الحفلة خميس، يوم الخميس يجوا كمان المسلمين، كان هون بالساحة الكنيسة وشافوا معنا المسرحية، ويعني شيء مميز بسوريا هاي. نعم، يعني يمكن رغم الحرب بيشوفوا اللي جايين من برا الإعلام المضلل يعطي صورة سلبية جدا عن الواقع يلي عم بتعيشه سوريا. سوريا بيانكا ما توقفت على مدار 8 سنوات حرب عن ممارسة الطقوس، سواء طقوسنا نحن المسيحية أو طقوسنا نحن المسلمين، لأنه نحن واحد. سواء ما توقفت ولا أي مناسبة، يمكن أنت جيتي هالزيارة وشفتي نحن طول فترة الحرب والقذائف كانت الصلوات قائمة، سواء بالكنائس ولا بالجوامع، لأنه نحن بنحتفل دائما سوا. رح ننتقل إليك ريتا لنحكي عن الجهد اللي قمتوا فيه. يمكن المسرحية اللي حكت عنها بيانكا قدمت نهار الخميس هي كانت من تمثيل لأعضاء الكشاف، كانوا لأول مرة عم يمثلوا. يمكن نشكر أكيد المخرج كفاح الخوص يلي قام شهر ونص بالتدريب المتواصل. خلينا نحكي عن هذا النشاط. بداية لكم أهلا وسهلا فيكم، بيتكم الثاني بتشكل الإخبارية السورية اللي دائما مواكبتها بكل أعمالنا بكل خطواتنا. أهلا وسهلا فيكم. بالنسبة للعرض المسرحي اللي صار، كانت يعني نحن كقادة بالفرقة العامة نتشكر غبطة أبينا البطريرك يوسف العبسي، الداعم الأول والداعم الأساسي لإلنا
انطلقنا نحن كقادة بهاي الفكرة، طلعت من الشيف كتبع الشيف إبراهيم عازر، ونحن انطرحت الفكرة انه نقدم شيء مميز وخاص بهالعمل. بخبيث الأسرار مثل ما تعودنا انه دائما كشاف الزيتون انه نعطي شيء مميز وطابع خاص، فكان هاي الفكرة انه نحن نقوم فيها. وطبعا بلشنا واشتغلنا وكان في هيك يعني تجربة جديدة، خلينا نقول انه كل الاعضاء كل الشباب والصبايا بالفرقة حبوا هالفكرة، صار في عندهم حافز، صار في عندهم دافع انه نحن بدنا نجي بدنا نشتغل بدنا نقدم شيء حلو للفرقة، نقدم يعني نفرجي كيف نحن. فطلينا مستمرين ونتدرب ونتشكر الأستاذ كفاح الخوص، كان دائما معنا وداعمنا، ويعني صحيح نحن ما لنا هالممثلين البارعين يعني، بس انه كان دائما بيشجعنا، اكيد بيشجعنا دائما لحتى نعطي من قلبنا وكل قدره عنا قدرنا نعطي فيها لحتى نوصل الفكره، نوصل العرض المسرحي مثل ما هو انعرض ومثل ما كلنا تمنينا. أكيد. يعني مسرحية وقام كانت من المسرحيات اللي فعلا تركت بصمة مميزة بالاحتفالات المسيحية بهذا العام. دكتورة بيانكا، هي زيارة رقم 11 لسوريا، ومن عام 2011 تغيرت سوريا وتغيرت النظرة إلى سوريا. زرتي سوريا خلال فترة الحرب وقبل الحرب، احكي لنا عن الفروقات اللي شفتيها حضرتك. يعني طبعا في تغير، كلما شايفين بالبلد في دمار وفي حزن وفي يعني في معاناة من الناس، لكن انا بحس انه في شيء ما غير بسوريين، يعني في ايمان في صبر وقوة، طيبين يعني بالنسبة لي انا كنت بطال يعني فعلا، وانا حسيت انه التعامل بين الناس يعني ما غير على الاساس ما غير، يعني اكيد في كثير شيء ضغط وفي كان في خطر، بس انا اتمنى لكم المستقبل منور يعني مثل كان قبل سوريا. وهون كمان في شيء مختلف من عنا، إلى حد ما أنا بحس إنه عندكم الحرية الأديان ممارسة الدين أكثر من بأوروبا، لحد ما فعلًا هناك كل واحد لازم أن يكون حيادية يعني بلا ولا هيك ولا يعني بين بلا حكي عن الدين الأفكار الدينية. تماماً. هون كتير تماماً. يعني بيانكا أول شيء بدي أتشكرك على اللغة العربية اللي عم تحكي فيها، يمكن هي اللغة الأم لنا، تعلمتي اللغة العربية من حبك للمشرق، لاحظتي حب سوريا. نحن بنتشكرك أيضاً، ونحن سوريا بتحب جميع العالم وما عندها مشكلة سوريا مع أي حدا، بغض النظر إذا حدا عنده مشكلة معه، ولكن من سوريا بتحب جميع العالم. كان لمستي هذا الشيء بقلوب الشعب السوري، حسيتي في ألفة. يمكن أحيانا نحن ما بنعرف بعض ولكن نتعامل مع بعض كأخوة كعائلة، هذا الشيء يمكن ما أنا موجود بأوروبا، ما أنا موجود بأوروبا. فتحكي لنا شوي عن ثقافتنا. هيك نحن أبرد يعني باردين، وفي بعود من بعض، يعني هون في شيء تعامل وعواطف أكثر من عنا. نعم. وعندكم التراث عيش، يعني أنتم تعيشوا بالتراثكم. يعني ريتا، خلينا نحكي شوي عن النشاطات الكشفية اللي هي بتستمر من التحضيرات من قبل أسبوع الآلام إلى العيد الفصح. نحكي عن هاي التحضيرات السنة كيف اختلفت، مو بس العرض المسرحي، كان في دائما عنكم في رحلة كشافية وفي طقوس معينة، خلينا نحكي عنها. هلأ نحن بالفرقة في عنا مجموعة أفرع، خلينا نقول كل قائد مستلم فئة معينة عمر معين، في عندهم نشاطات حسب عمرهم، عندهم نشاطات حسب الفرع اللي هن مستلمينه. خليني أقول
طبعا التحضيرات كانت مثل كل سنة، بعيد الفصح مبلش قبل الأسبوع، بتنطرح الأفكار اللي بدنا إياها، القادة كلهم بنجتمع، شو في عنا تحضيرات، شو في عنا مميز سنة، بنشتغل بنبلش التحضيرات، ناخد رأي الأعمار المعينة اللي عنا يعني كمان. مثل هلا انا مستلمه مرشدات مبتدئ، الفئه اللي عندي انا اعمارهم من 12 13 14 سنه، كان عندهم هالدافع، شايفتين شو بدنا نعمل السنه، شايفتين شو بدنا نسوي على عيد الفصح، يعني عيد الفصح انه هو مميز كثير، له طابع خاص، العيد الميلاد له نكهه وعيد الفصح له نكهه ثانيه تماما، هو كونه عيد الاعياد موسم المواسم، فانه شفتين شو في السنه على عيد الفصح، شو بدنا نسوي، نحن جاهزين. فكانت التحضيرات كلها انه بلشنا من قبل الاسبوع، احد الشعانين طبعا سقف النخيل الزيتون تزيين، بعدها بلشنا موضوع المسرحيه وقامه، بعدين عندنا الجمعه العظيمه كان في عندنا استعراض طنابير، استعراض ترومبيتات، طبعا كل هذا كله كان شغل عليه من اشهر، يعني خليني اقول لك من شهر ال11 كان بلشين بالتحضيرات، مبلشين انه عم يعطوا انه شو بدنا نعطي السنه شيء حلو، نقدم شيء مثل ما كل العالم تعودت على فرقتنا انهم يعطوا. نعم يعني بدنا نتشكر وجودكم معنا كثير، نحن سعيدين انه كنتم موجودين معنا، بدنا نقول لك ريتا يعطيكم العافيه ولكل الشباب بالكشاف، دائما انتم مستعدين، دائما مستعدين، دائما مستعد الكشاف. شكرا لوجودكم وفصح مبارك. واكيد بدي اتشكرك دكتوره بيانكا شوايده للمستشرقه من بودابست، شوي يعني عم تعيشي معنا الطقوس والبرد اللي قلتي مختلف ايضا، ان شاء الله على عيد صح رمز قيامة سوريا، آمين يا رب. شكرا كثير لك، أكيد أنا نجدد شكر لكم، بدنا نقول كل عام وأنت بخير لك، وأيضا لك ريتا شرفتونا ونورتوا صباحنا لليوم، شكرا.